بناء على المكتسبات التي تم تحقيقها وعلى رأسها القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن بالأمس، ستواصل الجزائر جهودها بمجلس الأمن وفق الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية. ومن هذا المنظور فإن الخطوات المقبلة ستركز في غالبيتها على متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط. وعلى صعيد آخر فإن موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة صار اليوم يطرح نفسه بقوة واستعجال كبيرين. تلكم هي الأولويات والأهداف التي ستواصل الجزائر المرافعة والعمل من أجل تحقيقها في مجلس الأمن وفق النهج القويم الذي حدده رئيس الجمهورية، وهو الذي يؤكد على الدوام أن الجزائر سيدة قراراتها وخياراتها، وأن الجزائر تظل وفية لعقيدتها الدبلوماسية التي تتخذ من نصرة القضايا العادلة ركيزة أساسية لها، لا تخل بثباتها المتغيرات والظروف العابرة.